مطبخ العربي في فندق 5 نجوم. اليوم راح اقدم لكم طبق شعبي تقليدي معروف في الاحساء، لكن راح شوي نحرف في المقادير. بدل ما نحط السكر راح نستخدم دبس التمر، والتجربه فريده وغريبه يعني شويات، ونشوف مع بعض المقادير كلها. طبعا عندنا هنا المويه والدبس ومويه الورد والهيل والزعفران وانواع المكسرات اللي متوفر عندكم. طبعا هنا اخذنا الفستق، اللوز المبشور، الجوز، عندنا الورد والساجو مغسول ومنقوع. عندنا هنا المويه غلت تقريبا، راح نضيف الدبس، كميه الدبس. نبدأ نخفف شوية الدبس على أساس ما يتجلى على الطبق، لأن الساجو مع الطبخ بيعطينا شوية لزوجة، فنحتاج تخفيف الدبس بالموية. جميل جميل. بننزل الساقو لانه طيب. بدا عندي بالغليان. بدا الدبس يغلي. طيب تبينا كلهم واحدة؟ لا لا لا، بننزل الكميه اللي تعادل الدبس. والله انتم عندنا في صنوان كان نزل كله ما حد سال. لا لازم لازم بالميزان. بالميزان لازم يغطي الكميه تغطي. طيب كيف تعرفين الكميه على عينك يعني بالشوف؟ اي ولا المفروض تقديريه؟ يعني تقريبي كيف يكون، يعني لان الساقو ما يطلع، يعني مجرد ان الحبه تنتفخ شوي وتلزق. جميل. فالمفروض يكون معادل للماء، يعني كميه تعادل المويه. جميل. يحتاج، في ناس تحبه خفيف تخليه شويه سايل، وفي ناس تحبه زي الحلوى. جميل. ثقيل شوي. اي ثقيل. الحين كذا كافي؟ كذا اوكي. شوفوها شوفوا الضوء يعني كمية تقريبا عادلت. التحريك شبه مستمر يعني نفس طريقة طبخ الحلوى، بس الحلوى تاخذ ساعات طبعا، مو لا يكفي 40 دقيقة على حسب، مجرد ما تختفي عندي حبة السالفة تصير شفافة. بعد 40 دقيقة تاخذ ساعة ولا ساعة. وصل القوامة. الطعام ممتاز يعني الحلى حقه اوكي. لكن القوام المطلوب. لسه ما بعد. ما استوت. ما استوت الحبة لازم تختفي. كم تاخذ وقت تقريبا؟ 40 دقيقة. أضفتي عليه ماي يعني، والسبب في الموضوع؟ صار ثقيل. ثقيل. نبذل المويه الورد. يلا موفقين ان شاء الله. يلا كلها لا توفرينها، لا توفرين شيء. إيه؟ تقريبا كم هيل؟ ممكن على حسب، يعني نقول هنا نحط ملعقتين على حسب قوة الهيل، نوعيته، الزعفران، نحط ونبدأ بالتقليب. كل ما تطلع ريحه الهيل اقوى. جميل. يا حلقوم التمر اساوي وحلقوم التمر الثاني تركي. تستوي الدهنه عندنا خيارين، يا نضيف الدهنه مباشره على الساقو ونقلبه ونقدمه، او كل ما غرفنا شويه ساقو حطينا عليه شويه من الدهنه. الان الدهنه على الساقو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحين كذا الساقو
يناقوا خلاص تقريبا نصهم. ما تعرف انه اثنين على ستة الكرسي طبعا هي اختيارية بس افضل اغلب الناس تفضل الساقو مع زبدة الكرسي. هذا في قدر انت على الصفون اللي عند السرات وزينه. انا قريتك يلا اشوف التزيين اختي الله يعطيك العافيه ما شاء الله. دقيقه تعال يا بعد قلبي جاهز وينك.